وحول هذا الموضوع قال السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا إن الجائزة تعكس مدى التزام الشركة في جوانب الأمن والسلامة. تعتبر جائزة توصل الصحة والسلامة المهنية إحدى الجوائز المميزة عالميا مثل ما تفضل، من حيث تقييم الشركات في أكثر من 50 دولة حول العالم. طبعا تعكس هذه الجائزة مدى التزام الشركة جوانب السلامة والصحة المهنية للعمال وجميع عمال المقاولين لدينا. نعم. وألبا دائما سباقة في هذا الجانب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي طبعا. ولله الحمد تم تكريمه بهذا الإنجاز لتسع سنوات متتالية بالميدالية الذهبية من الروزا، وهذا يدل على أن خطواتنا نحو حماية العمال داخل المنشأة وحماية المنشأة بنفسها تسير على الطريق الصحيح.